هل ذكرت الملف الفلسطيني أستاذ مصطفى؟ على علمك الملك يحمل تفويض أو هناك اتفاق بين الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية والمسؤولين الفلسطينيين بشكل عام بالحديث أو التفاوض حول موضوع أو حل الدولتين؟ يعني الحقيقة جلالة الملك حرص قبل زيارته إلى الولايات الأمريكية المتحدة أن يلتقي بمجموعة من الزعماء العرب. كما تعلم التقى الرئيس محمود عباس بعمان، وأيضا كان بعد ذلك لقاء القمة الثلاثية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وأيضا العراق، وكان هناك جهد أردني أيضا ما قبل الذهاب إلى واشنطن، جهد دبلوماسي بذلته يعني الإدارة الأردنية بطريقتها الحكيمة وحنكتها السياسية بتوجيهات من الملك. أنا أعتقد أنه لا خلاف بين الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية فيما يخص الموضوع الفلسطيني. الأردن يؤيد ويدعم حل الدولتين، وأنا أعتقد أنه الجهد الأردني خلال الفترة الماضية نجح وتمكن من إعادة موضوع حل الدولتين والشرعية الدولية وقرارات الشرعية الدولية المستندة إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وأيضا المبادرة العربية. نجح الأردن ونجح جلالة الملك في إعادتها إلى المربع العملية السلمية التي ستكون يعني إن شاء الله خلال الفترة القادمة تنطلق من هذه القاعدة بعد أن شهدنا سنوات انعجاب من قبل الإدارة السابقة التي ضربت بعرض الحائط للقرارات الشرعية وللسبل الحلول السياسية التي تضمن حقوق جميع الأطراف في الموضوع الفلسطيني. لا شك بأن الأردن عندما يتحدث عن هذا الأمر له تاريخ طويل في هذا الأمر. لطالما الأردن وجلالة الملك دعا إلى أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية لا يكون إلا من بوابة حل الدولتين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية كما ذكرت لك، وبخلاف ذلك فإن الأمر سيبقى في تصاعد ويعرض المنطقة إلى الكثير من المخاطر ويعزز من الإرهاب ويعزز من الكراهية ويعني وله آثار كارثية لطالما تم التحذير منها. نعتقد اليوم أن العودة حل الدولتين إلى مربع العملية السلمية مهم جدا، نجح الأردن في إعادته بموجب أفضلية كبيرة يمتاز بها الأردن من خلال مواقفه التاريخية اللي بيعبر عنها جلالة الملك في هذا السياق.